بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ کا دن ہے، درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.